ننتقل الآن إلى أصحاب الثلثين. أصحاب الثلثين هم البنات، هذا واحد، بنات الإبن هذه اثنين، الأخوات الشقائق هذه ثلاثة، الأخوات الأب أربعة. إذن أصحاب الثلثين أربعة أنواع. النوع الأول البنات. ما هو البنت؟ انتبهوا، البنت الواحدة من أصحاب النصف، بنت الإبن الواحدة من أصحاب النصف، الشقيقة الواحدة من أصحاب النصف، الأخت لأب الواحدة من أصحاب النصف. لا، الآن عندنا بنات يعني جمع، ثنتين فصاعدا، عندنا بنات إبن اثنتان فصاعدا، عندنا أختان شقيقتان اثنتان فصاعدا، عندنا أختان لأب اثنتان فصاعدا. إذا أصحاب الثلثين هم البنات. انتبهوا، لا تقول البنت، انتبهوا أيها الأخوة والأخوات، ما تقول البنت في الثلثين، في النصف تقول البنت، تقول بنت الابن، تقول أخت الشقيقة، تقول الأخت الأب، واحدة واحدة واحدة. لا، لكن لما أتيت الثلثين لا، ما تقول البنت، تقول البنات. ما تقول بنت الابن، تقول بنات الابن. ما تقول أخت شقيقة، تقول أخوات شقائق. ما تقول أخت لأب، تقول أخوات لأب، يعني جمعا ثنتين ثلاث أربع خمس عشر عشرين مئة مئتين ألف ألفين، الله مهما كثرت. أم من اثنتين فصاعدة. إذن أصحاب الثلثين الأول البنات، البنات. طيب ما هي شروطهن؟ البنات بشرطين يأخذن الثلثين بشرطين. الشرط الأول أن يكن جمعا، هذا الشرط الأول، الشرط الأول أن يكن جمعا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عدم المعصب، بس بشرطين. إذن البنات يأخذن الثلثين بشرطين. الشرط الأول أن تكون اثنتان فأكثر، أن يكن جمعا. الشرط الثاني عدم المعصب. من هو معصب البنات؟ من هو معصب البنات؟ هو الذكر من جنسها. إذن من هو؟ هو الابن. إذن مسألة، لو كان في مسألة هكذا، في بنتان وفي ابن، نقول البنتان لهم الثلثان؟ لا. لماذا؟ لوجود المعصب. طيب لما مسحنا الابن، مسحنا المعصب، الآن يستحقنا ماذا؟ الثلثة. فنقول بنتان وعم، بنتان وعم، للبنتين لهما الثلثان. لماذا؟ لماذا أيها الإخوة والأخوات؟ لماذا؟ لأنهن جمعا، هذا الشرط الأول، ولعدم المعصب، هذا الشرط الثاني. العم له الباقي. المسألة من ثلاثة، المسألة من ثلاثة، ثلثي الثلاثة اثنين والباقي واحد. طيب نمسح هذه لأنها غير واضحة ونعيدها من جديد. البنتان لهما الثلثان، البنتان لهما الثلثان بشرطين. الشرط الأول أن يكون جمعا، هذا هو بناتنا، ما قال بنتنا، قال بناتنا. الشرط الثاني عدم المعصب، وهو الابن. فنقول هنا توفي نزار وخلف ثلاث بنات، وعم. كيف نقسم المسألة لو سمحتوا؟ نقول البنات لهن الثلثين. لماذا الثلثين؟ لأنهن جمع ولعدم المعصب. إذن العم له الباقي. المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلثي الثلاثة اثنين والباقي واحد. طيب مثال آخر، زوجة
زوجة وبنتان وعم. زوجة وبنتان وعم. زوجة وبنتان وعم. الزوجة ماذا لها؟ الزوجة لها الثمن. ليش الثمن؟ لوجود الفرع الوارث. إذن نقول الزوجة الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب البنتان، البنتان لهما الثلثان بسبب لأنهن اجتمع الشروط، لأنهن صرن جمعا ولعدم المعصب. إذن البنتان والعم له الباقي. جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ جاء الثمن مع المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 24. إذن أصل المسألة 24. ثمن 24 ثلاثة، ثلثي 24 16. كم بقي؟ 3 و16 19. 19 من 24 يبقى 5. طيب انتقلوا معي إلى بنات الإبن. قال رحمه الله: بنات الإبن مثلهن وزد، بنات الإبن مثلهن وزد. بنات الابن مثلهن وزد، يعني بنات الابن مثلهن بالشروط السابقة، أن يكن جمعا وعدم إيش؟ عدم المعصب. طيب بزيد شرط ثالث، ما هو؟ إذا نقول هنا بنات الابن مثلهن، نضع عليها كم رقم؟ بنات الابن مثلهن نضع عليها رقمين، 1 و2، اللي هو الجمع واللي هو الثاني ايش؟ عدم المعصب. فرعا بعلو، وزد فرعا بعلو فقده قد اعتمد، هذا الثالث. عدم الفرع الوارث الاعلى منها، عدم الفرع الوارث الاعلى منها. هذه ورد مرت معنا فيه، عدم الفرع الوارث الأعلى، وين مر معنا فيه؟ مر معنا في أصحاب النصف في بنت الابن الواحدة، هنا أيضا تكرر مرة أخرى. فنقرب هذا، نقربه بمثال، نقول هلك هالك، عشان بس نستذكر الفرع الوارث الأعلى. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، لا بنتا ثنتين، بنتا ابن وعم. طيب هنا بنتا الابن ثنتين، في معصب ما في معصب، لكن الاشكال الجديد وشو؟ ما هو؟ وجود الفرع الوارث الاعلى اللي هو ايش؟ البنت. هذا الفرع الوارث الاعلى. اذا اردنا نعطيهم الثلثين نشطب البنت هكذا، فنقول بنتا ابن وعم. فبنتا الابن ماذا لهما؟ لهما الثلثان. لماذا؟ لوجود الجمع ولعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الاعلى منها. نكتبها هنا بنتا ابن وعم. طيب بنتا الابن ماذا لهما؟ بنتا الابن ماذا لهما؟ لهما الثلثان. لماذا؟ لماذا؟ لأنهما جمع بنتا ثنتين، ولأن المعصب غير موجود هذا الثاني، والثالث فقد الفرع الوارث الأعلى منها، والعم له الباقي كما هو المعتاد. ثلثين وباقي، المسألة من كم؟ ما عندنا إلا فرض واحد من مقامه ثلاثة،
الثلثين الثلاثة اثنين والباقي اثنين من ثلاثة الباقي الباقي واحد. واضح؟ طيب الفرع الوارث الأعلى من بنت الإبن ما هو؟ نعيد مرة ثانية على أساس بس نؤكد، مع أنه مر معنا بس نؤكد أيضا. محمد زوج لزكية، رزق بولد اسمه علي، ورزق أيضا ببنت اسمها فاطمة. هذا علي تزوج فرزق ببنت اسمها نسيبة. نسيبة بالنسبة لمحمد ماذا تكون؟ تكون بنت ابن. نسيبة بالنسبة لمحمد تكون بنت ابن، لأن علي ابن محمد. طيب هنا نسيبة بنت ابن، لأن بنت علي وعلي ابن محمد. ها علي هذا ابن، وفاطمة هذه بنت. الآن هذا فرع وارث، فرع وارث ثم الأولاد أو الأبناء وإن نزلوا والبنات فقط، يعني البنات وبنات الإبن. هنا فرع وارث لأن ابن، وهنا فاطمة فرع وارث وهي بنت، وهنا نسيبة فرع وارث لكنها بنت ابن. طيب ما هو الأقرب من محمد إلى محمد؟ الأقرب إلى محمد علي وإيش؟ فاطمة. إذن هذا فرع الوارث الأعلى، لازم يفقد علشان ترث نسيبة، لازم يفقد علشان ترث نسيبة. هنا ما في ابن ولا في بنت، إذن الفرع الوارث الأعلى منها ما الذي حصل له؟ أنه مات، فقد، توفي. إذن الآن ترث نسيبة من محمد أو لا ترث؟ ترث. طيب لو كانت اثنتان، واحدة اسمها نسيبة وواحدة اسمها صفية، يرثان من محمد؟ نعم يرثان، لهن الثلث لعدم الفرع الوارث الأعلى منهما، لعدم الفرع الوارث الأعلى منهما، يعني نسيبة وصفية بنات علي، بنتي علي. بالنسبة لمحمد بنات ابن. طيب امسح علي عبارة انه توفي. الان في فرع وارث اعلى منها؟ ما في. اذا يرثنا الثلثين بثلاث شروط. الشرط الاول ان يكون جمعا. الشرط الثاني عدم المعصب قال مثلهن. الشرط الثالث قال وزيد فرعا بعلو فقده، يعني عدم الفرع الوارث الاعلى منها، عدم الفرع الوارث الأعلى منها. وبالمناسبة ترى ما يمر معكم بالفرائض، ما في يمر معكم بالفرائض عدم الفرع الوارث الأعلى إلا في بنت الإبن بس، عدم الفرع الوارث الأعلى ما يمر معكم إلا في بنت الإبن. عدم الفرع الوارث كثير، لكن لفظة الأعلى أنا ودي تنتبهون لها، لأنه كثيرا ما الشباب والشابات يلتبس عليهم. لا، الفرع الوارث الأعلى، كلمة الأعلى هذه لا توجد إلا في بنات الإبن أو في بنت الإبن. طيب انتقلوا معي إلى الشقائق. الشقائق يعني أخوات شقائق. الأخوات الشقائق يرثن الثلثين بأربع شروط، يرثن الثلثين بأربع شروط. أول شيء شقائق أن يكون جمعا، هذا واحد،
بلا معصب، هذا اثنين عدم المعصب. الثالث عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث. الرابع عدم الأصل من الذكور والإناث، وهو عدم الجد والأب. إذن الأخوات الشقائق يرثن الثلثين بكم شرط؟ بأربع شروط. يرثن الثلثين بأربع شروط. الشرط الأول أن يكون جمعا، ولذا قال شقائق. كذا شقائق بلا معصب وعدم الفرع وجد وأبي. الأول شقائق جمعا، الثاني عدم المعصب، قال بلا معصب يعني بدون معصب. الثالث عدم الفرع الوارث، اللي هم الابن والبنت وابن الابن وبنت الابن. الرابع عدم الأصل من الذكور الوارث، اللي هو الجد والأب، اللي هو الجد والأب. نضرب بعض الأمثلة على هذا. مثلا هلك هالك عن زوجة، خلي زوج زوج لا يصير في عون، خلي زوجة أحسن. زوجة هلك هالك عن زوجة شقيقتان، يعني أختان شقيقتان، ولا فرق بين شقيقتان أو ثلاث أو أربع أو عشر، كل واحد أختان شقيقتان وعم. طيب كيف نقسمها؟ كيف نقسمها رحمكم الله؟ الزوجة لها الربع. لماذا الربع؟ لعدم الفرع الوارث. طيب الشقيقتان لهما الثلثين، لماذا؟ لأنهن جمعا، ولعدم المعصب، ولعدم الفرع الوارث، ولعدم الأصل من الذكور الوارث وهو الأب والجد. إذا لهن الثلثان، والعم أنا طول نعطيها الباقي. جاء الربع من المجموعة الأولى مع الثلثين من المجموعة الثانية، المسألة من كم؟ المسألة من 12، يعني أصل المسألة 12. ربع 12 3، ثلثي 12 8. طيب اجمع 8 و 3 11، 11 من 12 الباقي 1. واضح؟ طيب لو صارت مسألة فيها هكذا عندك، يعني أنا أبغى تساعدونا في حلها ونشوف نصححها. هلك هالك عن شقيقتان أو ثلاث أخوات شقائق وأخ شقيق ذكر وأب وبنت وعم. الآن نريد الشقائق يأخذن الثلثين. احنا جاء هنا أخ شقيق، قال بلا معصب. إذا ماذا نفعل بالأخ الشقيق علشان يأخذن الأخوات الثلثين؟ نمسح الأخ الشقيق. طيب هنا أب، قال وعدم الفرع وجد وأبي، إذا شرط ما في أب، نمسح الأب. طيب قال وعدم الفرع، البنت إيش؟ البنت من الفروع، إذا نمسح البنت. الآن اكتملت الشروط ولا ما اكتملت؟ اكتملت الشروط أو لم تكتمل؟ هنا جمع ثلاث أخوات، معصب ما في، فرع ما في، جد وأب ما فيه، إذا اكتملت الشروط. بعد ننقل العم أعلى هنا ونمسح اللي تحت. طيب شلون نقسمه؟ الشقائق لهن الثلثان، لأنه ما في، لأنه جمعا وما في معصب وما في فرع وارث ولا في
أصل من الذكور الورثة اللي هو الجدة والأب، فالعم له الباقي. المسألة من كم؟ ما في إلا فرض واحد من مقامه من ثلاثة، ثلثي الثلاثة اثنين، يبقى واحد للعام. طيب انتقل معي إلى الأخوات لأب. قال ومثلهن، مثلهن كم نضع فيها من رقم؟ كم نضع فيها من رقم ومثلهن؟ نضع فيها أربع أرقام، واحد اثنين ثلاثة أربعة. يعني الأخوات لأب مثل الشقائق في الميراث والشروط. يعني الأول أن يكون جمعا، هذا واحد. اثنين عدم المعصب اللي هو اثنين. ثلاثة اللي هو ثلاثين عدم الفرق. أربعة اللي هو عدم الجد والأب. طيب في زيادة، هي في زيادة خامس، مع فقد إخوة لأم وأبي. هذا الشرط، هذا الشرط الخامس، هذا الشرط الخامس. إذا الأخوات لأب يرثن الثلثين بخمسة شروط. الأخوات لأب يرثن الثلثين بخمسة شروط. ما هما الخمسة؟ جمعها بقوله ومثلهن، يعني مثل الشقائق، ومثلهن الأخوات من أبي، يعني بالميراث والشروط. يعني لهن الثلثان بشروط، الأول هذا واحد هو هذا عدم الشقائق، الثاني اثنين هو عدم المعصب هو هذا، ثلاثة هذه هو عدم الفرع الوارث، أربعة هو عدم الجد والأب اللي هو عدم أصل الذكر الوارث. طيب بس أربعة لا يزيد خامس، فقد الإخوة لأم وأب، يعني فقد الشقائق. يعني في شقائق ما ترث الأخوات لأب الثلثين. إذا في شقائق ما ترث الأخوات لأب الثلثين. يعني الأخوات لأب أولا يكون جمعا، اثنين عدم المعصب، ثلاثة عدم الفرع الوارث، أربعة عدم الأصل من الذكور الوارث اللي هو الجد والأب، أربعة عدم الإخوة الأشقة أو الشقائق، خمسة هذا. طيب نأخذ مثال على هذا ولا نطيل عليكم، نأخذ مثال على هذا. هنا أختان لأب وعم، ماذا نعطي الأختان أيها الإخوة والأخوات؟ ماذا نعطي الأختان؟ أولا هذه جمعا، واحد اثنين ما في معصب، ثلاثة عدم الفرع الوارث، أربعة عدم الجد والأب كله ما موجود، خمسة عدم الإخوة الأشقة والشقائق. إذن يأخذنا الثلثين، والعم كالعدل الباقي. كم عندنا من فرض؟ عندنا واحد. إذن المسألة من كم؟ من ثلاثة، ثلثي الثلاثة اثنين والباقي واحد. نفس ما فعلنا هنا نفعل هنا للتأكيد، بس نقول هنا أختان شقيقتان، أختان لأب. نحن نريد المثال هذا للأخوات لأب، انتبهوا. نجعل هذه أخت شقيقة، واحد أختان لأب، جد ابن عم. نريد نقسم المسألة. هنا الأخوات لأب بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون جمعا، هنا جمعا. طيب الشرط الثاني مع فقد إخوة لأم وأبي، يعني فقد الإخوة الأشقة. إذا نمسح الأخت الشقيقة، لازم. طيب إيش بعد؟ قال بلا معصبي، معصب ما فيه. طيب وعدم الفرع اللي هو الإبن، إذا نمسح الإبن. طيب وقال وعدم الجد والأب، أنا الجد، نمسح الجسد. أختان لأب وعم، أختان لأب
وعم. يلا نقسم المسألة، اختار لي أبلهما الثلثان، لماذا؟ لوجود الجمع ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الجد والأب اللي وصل من ذكر الوارث ولعدم الإخوة الأشقاء، إذا نأخذ الثلثين والعم له الباقي. فرض واحد من مقامه المسألة من ثلاثة، ثلثي الثلاثة اثنين والباقي واحد.